EFM. دارنا العزيزة صيفي عاد ستر عمامو على EFM. أحلى راديو EFM أحلى راديو. رجعنا معاكم في الساعة الأخيرة من برنامجكم دارنا العزيزة صيفي. وتويكا جد الجد جاء وقت الحكايات الرسمي. قال الراجل خاطر اللي كنا نقوله فيه كله كان فدليك. توا شنو توا SOS EFM مع أسامة. أهلا وسهلا أسامة. أهلا بك ستورة. مجددا نهارك أسعد الأيام إن شاء الله. أسامة شنية شنية حكاية اليوم دي؟ كل مرة تطلع لي بغريبة الراجل. شنو غريبة اليوم؟ اليوم ستورة تقريبا ما هيش غريبة لأنه المسألة ولات متداولة أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة وفي أكثر من سيبار. كل مرة نقراو على غلتنا على خضرتنا نقراو عبد الله اللي قاعد يسبب في بعض من حالات التسمم والإسهال ونقول وإحنا الانفكسيون اللي تصير في المعدة والأمعاء والعبيد تتسائل شنية حكاية الدلاع شنية السبة. جاء مصدر رسمي مؤخرا وأكد أنه الدلاع متاعنا سليم وما فيه حتى مشكلة. وقت اللي برشا يأكدوا أنهم مرضوا جراء الدلاع جراء ما كلت بعض الغلال. وانت ديجا كي تمشي للطبيب وعندك مشاكل في الهضم ولا مشاكل من نوع عذية ولا سخانة ولا جون دانفكسيون في حاجة بتتر تابع الجهاز الهضمي أول حاجة يسألها لك الطبيب يقول لك شنية الغلة اللي كليتها. دونك الطبيب متأكد وعارف اللي أغلب المرضى اللي يجيوا باللي بروبليم غاسترو ومشاكل الهضم ومشاكل المعدة راهم يجيوا بسبب حاجة كلاوها يا أما عملية تسمم من مواد غذائية وإلا الأغلب من خضر وغلال تكون مش مغسولة بالباهي وإلا هي بيدها فيها بعض المواد السامة ولا المواد اللي تنجم تعمل سوء هضم ولا تعمل مشاكل من نوع عذية. دونك أنا اللي شدني في الموضوع عذية بعض التجارب اللي قام بيهم الخبير الفلاحي والناشط البيئي أحمد الفرشيشي. هو عمل كلكو فيديو تنشوفوا منه بعض الصور. هو قاس نسبة النيترات الموجودة في عدد من الخضر والغلال اللي شريهم هو ما نشاهم أوبيف من السوق بالضبط. مش كما نقولوا إلى سيبلي مكان معين الحاجة شريه كما يشريه احنا أي شخص يمشي يشري من برشا بلايس بلوس من برشا خضارة من برشا بلايس متنوعة. خذاء عمل سيليكسيون عينات تفاحة بطيخة دلاعة كعبة بدنجان كعبة كذا ويحب يقيس نسبة النيترات. وحكينا معاه احنا بالهاتف ونشوفه في الصور من التجارب اللي يعمل فيهم بالضبط. دونك وخذينا من خبرته هو بويسك هو معناها يزرع في حاجات بيولوجية ويعرف تأثير الأسمدة على الخضر والغلال بتاعنا ويحذر. وتسمعوا بعد كلام خطير على فلاح في قربة كيفاش زارع بارتي لعائلته وبارتي للتجارة ما يوكلش عائلته من الخضرة اللي بيع فيها في السوق. علاش؟ أطلع بعد نعرفه ومانيش نحكيه ولا جهة قربة بالتحديد ولكن نحكيه ولا إكزامبل متاع فلاح ينجم يكون موجود في 24 ولاية كما ينجم يكون موجود في برشا بلايس في الجمهورية. أنا أول سؤال سألته الأحمد هو شنو اللي خلاك تعمل التحاليل هذه؟ أكيد إنسان مش يقوم يشري بالضبط يشري الماكينة ويعمل التحليل متاع النترات. هي تنسمعوا إجابة أحمد الفرشيشي. أنا توا على الباج فيسبوك متاعي قاعد نبارتاجي في الاكسبيريونس متاعي من قبل نحكي على الفلاحة البيولوجية من الأمراض اللي صاروا واللي قاعدين يصيروا. معنا كما أي كونسوماتور أفيزي حابين نبعدوا على برشا حاجات كنا ناخذ طبة أرض نضروا حاجاتنا وحدنا وناكلوا وحدنا. وعندي مده نحب نقيس لي ريديدي نوسيف اللي في الماكله نتاعنا خاطر انا بحكم توا وليت نمشي مع فلاحه نمشي لساعات للسويني نشوف جيراني فلاحه يحكي لي على براتيك اللي يخدموا في سويني نتاع بيض اخرين وكل شيء الكونتيتي المهوله نتاع لي برودوي شيميك ولي بيستيسيد اللي تحطوا في الماكله نتاعنا من غير حتى رقابه حاجه تخوف على الاخر. واحنا في العائله عندي الوالده مرضت كما قلت في الفيديو مرضت بالكونسير دو كولون وتعذبنا وصار فينا قعدت باش ترمص رانا عايشه طحيت الكل. انا عندي ان سورت دالرجي وبرشا حاجات في السيستم غاستريك نتاعي من جهه الاليمونتاسيون نتاعنا. معناها لقي جدودنا كانوا حياتهم كامله ياكلوا لاباس عليهم لا تسمع عندهم الزهايمر لا تسمع عندهم كونسير لا تسمع عندهم حتى شيء.
دونك من الحاجات اللي لقيتها قاعده تدور بارتو في العالم الكل، دي مليون ديتيليزاتور معناها الماكينه هذيا، كي برشا عباد ما لهمش شكك فيها معناها، قلت خلي خذها باكتيريوزيتي نجرب معناها، تستيت على الماء ديستيلي هذاك كيما نقولوا ماء كليماتيزور لو ديستيلي معناها لي بيور 100% كيما الماء المطر ما فيها حتى شيء، دونك عطات انديكاتور قريب للزيرو. que soit في السالينيتي que soit في النيترات معناها دي ديجا حاجه بليز او موان كريديبل شويه. وبعد قلت خلينا نجرب بالكيوريوزيتي على حاجات هيتهم من برشا خضاره ومن برشا بلايص معناها الناس اللي يقول لي هذا دلاع بن قردان الاخر ما بونش من قردان في ديبوزيت رقيب وكروان اكسيتيرا، دونك قلت خلينا نجربها برشا حاجات وتبجعت الحق نتاع ربي التوت نيترات كبير برشا الوغ كو البدن يزمو في النهار 5 ميلي جرام دو نيترات بار كيلوغرام، معناها واحد وزن 100 كيلو يزمو 500 ميلي جرام نيترات في النهار، طاشون كو نيترات موجود في الماء، موجود في برشا حاجات اخرين. الخضره على ريغور باقي الطيب، معناها كي تطيب الخضره وتسخن، السخانه معروفه تقتل التوكسيسيتي، تطيح في النيترات جوسكا 40-50% نتاعو، والغله بار كونتر اللي ناخذوها هنايا كيما هي. النيترات ما يتسببش يمكن في دي رياكسيون ايميديات، معناها يمكن اذا كان دوزاج قوي برشا عبد يتقلق وحاشاك يرد ولا عنده دياري ولا اللي هو، اما الخوف الكبير هو كلي ريزيدو هذوكم اللي يقعدوا يعملوا برشا مشاكل الهيموجلوبين اللي هي الكريات الحمراء تولي معاك تهز الدم تهز السكر قلت السكر تهز الاكسجين لبقيه الاعضاء وتنهي توصل للتركه القلبيه، معناها القلب كي يضعف ما عادش كما قبل، شو اسمه الكونسير دو كولون هذاك اكثر حاجه معناها يهدد بها التود نيترات هذايا، واحنا في تونس ما معناها من اكثر البلدان اللي فيهم المرض السرطان عفوا وعافاكم الله، قصه من البوليسيون اللي فما موجوده نتاع كيما في جابس المعمل مع الكيميائي هذاك، ولا ليزاج نتاع لي بيستيسيد في الماكله نتاعنا معناها هما والنيترات. هذا معناها الموضوع يخوف كريم يخوف. بيان سور وقت اللي نحكيوا استور على نسبه النترات المرتفعه في يعني في الخضر والغلال راه حتى كان ما حصلش المشكل توا معناها مش ينجم يكون مش ايميديا ينجم يكون على طويل معناها على طويل. وتنزيدوا نسمعوا تفاصيل اخرى مهمه بعد شويه بعد الفصل. دارنا العزيزه صيفي به هذايا سينيترات هذايا واللي موجود معناه اللي يكثر يضر بطبيعة هو مهم للجسم الإنسان موجود في الماء المعدني مثلا ولكن كي يكثر على يفوت التو متاعو يفوت الحد متاعو يولي مضر خاصة كي يولي بنسب كبيرة يولي بالرسمي مضر وإذا كان قلت الضرر ماهوش حاصل ايميدياتمون ينجم الانتير ينجم يسبب مشاكل كما كان يحكي ويعمل القولون العصبي ويعمل مشاكل في الهضم ويعمل برشا مشاكل ويوصل يعمل حتى ورم سرطاني اللطف عليكم. هذاك علاش انا سألت احمد وين الاختر اليوم في خضرتنا وغلتنا الاختر وين بالضبط، هل انه في النترات هذايا والا في مواد كيميائية اخرى ولا كيميائية اخرى موجودة في غلتنا وخضرتنا؟ نسمع اجابة الخبير الفلاحي احمد الفرشيشي. الاختر في خضرتنا في كل شيء هو ديجا فما سكون ابل لو ديلي افون ريكولت، ديلي افون ريكولت عمره ما كان محترم كسوسوا في لي بيستيسيد اللي رشوهم ديجا عندي انا سنين الاخرى ضربت لي غريبة كيفاش غلة معناها توصل للسوق ما فيها حتى ضربة نتاع دودة معناها سيد يداوي شيء على بعضه وكي توصل للعبد معناها فما فلاحة بعينيا اليوم يرش في الدواء غدوة يهز للسوق ينصب لوكو فما حاجات يلزم مينيموم 20 يوم 21 يوم باش توصل للكونسوماتور اللي تنحى اللي فيه نتاع البرودوي هذاك كو سوا التسميد الكيميائي على خاطر احنا فوخت اللي بيستعملوا المبيدات او يقول لك يطلع له حشيش يقول لك عشيه طفيليه يستعملوهم يقول لك كيفاش نقضي عليهم، فما عباد تقول يا ودي اسرح ولا احرق، فما يقول له استعمل الدواء باش يقضي على العشيه الطفيليه هذاك سيستماتيك مو باش يقضي على الميكرو سيستم تاع الارض، دونك ما عادش ارض خصبت ولا ارض بور، كي ارض بور باش يسمد الحاجات اللي زرعهم يستعمل التسميد الكيميائي، معناها سي ان سيركل فيسيو كبير، معناها باش تقول لك الخطوره مش كرات الكل، والمشكله اللي احنا يمكن رقابه تصير على حاجات تاع ايجيان ولا على حاجات بكتيريولوجيك يمكن
اما ما تصيرش على الدوزاج نتاع المواد اللي موجوده. تو النيترات باقي ثم، تو ما زلت لقيت له فازه وفيها شك، معناها باقي فما نسبه خطا فيها، اما ما نتصورش نسبه خطا كبيره، خاطر نعرف الكل اللي فما حاجات قاعده تتحط معناها. بار كونت لي بيستيسيد ما عندي حتى امويا دو مزور نتاع لي بيستيسيد اللي قاعدين يتحطوا في الماكله نتاعنا معناها. وانت ديجا حتى كي تمشي للطبيب على كرشك ولا حاجه، اول سؤال يسالهم يقول لكش اش عملت ولا شنو، يقول لك شكليه غله، معناها البريسيز شنو هي الغله، معناها يسالك الغله ديريكتومون، ما يسالكش شكليه لحم ولا حوت، يسالك ديريكت شكليه غله، خاطر يعرف معناها الناس الكل تعرف. ما فماش حاجه كونكريت تخليك تقيس، معناها احنا خرجنا النيترات اللي هو الارمون شويه على مي الامباكت نتاعو على برشا اعوام ولا برشا اشهر اللي هما في ايميديا، يمكن اذا كان دوزاج قوي يقلق ديريكتومون شويه، مي نتاع نهير ولا نهيرين وتمشي على روحها، هذاك علاش يمكن عباد ما تمشيش للسبيطارات، هذاك علاش ما فماش بؤر نتاع تسمم كيما حكى فما شكون حكايه قال ما جاتنا حتى اليرت وكل شيء. مي في نفس الوقت راهو فما حاجات قاعدين يسيروا واللي الامباكت نتاعهم الون تيرم، كو امباكت معناها على صحه المواطن، كو حتى على الدوله، معناها الدوله كيف تقعد تصرف معناها كيما الكنام باش تقعد تجيب الدويات نتاع لي بريزون شارج ونتاع الكونسير وكل شيء، راهو عندنا برشا برشا مصروف هذاك ينجم يمشي في حاجات اخرين معناها. شوف ستورة لي زامباكت نتاع الحاجات اللي نجموا يكونوا موجودين في خضر وغلال يستهلكهم التونسي تقريبا بصفة يومية. فما واحد مستمع في لي كومنتير على الباج فيسبوك قال انا شريت دلاعة وزوز بطيخات مش عارف نحل ناكلهم ولا نطيشهم، يعني على الشيء اللي قاعد يسمع فيه او نسبة النيترات مقدور عليها انه ينجم يقيسها بالآلة اللي عنده هذية واللي شريها سبيسيالمون سي احمد الفرشيشي، ولكن فما مواد سامه اخرى ما ينجمش يقيسهم وقت اللي الفلاح اليوم يرش بها السجره نتاعو ولا يحطو في الارض نتاعو. لان اللي فجعني يا اسامه هي حكايه سو سيركل فيسيو نتاع انك تنحي معناها باعتبار ان فما نباتات طفيليه اللي تخافوا منها تشرب الماء اللي ما تضر الشجره، فنحطوا لها في بقعه نسيبوا عليها الهوش تاكلها ولا نحرثوها مش نقلبوها ولا نحيوها باليد، نحيوها كما كانوا الناس بكري يعملوا يداويوها يحطوا لها الدواء، الدواء مش يقتلها هي، لكن مش يقتل بعض حاجات نافعه، فما ديدان نافعه فما دود نافع كما اكلي يكثر من غسيل يدي، يكثر من غسيل يدي ما عادش عنده مناعه، يولي ما عادش عنده مناعه على خاطر هو يراه فما حاجات نافعه في معناها فما بكتيريات نافعه في البدن معناها تعاوننا باش نعيشوا. انت شوف لهنا ضريت الارض، ضريت الحاجة اللي انت زرعها، ضريت الانسان بطبيعة، ضريت الانسان بطبيعة الحال. وبما انه احنا نحكيه على اكثر حاجة من الدولة في الصيف اللي هي الدلاع، صحيح يقولك ما فماش بؤر متاع تسمم اليوم بسبب الدلاع واضحة، ولكن فما حالات منعزلة. انا كنت باش ناخو حالة من الحالات اللي صار لها تسمم بسبب تناول الدلاع وكونفيرمي لي انه الطبيب قال لها راهو بسبب الدلاع، ولكن اسألنا أحمد الفرشيشي اليوم الدلاع في تونس هل هو آمن على صحتنا ولا لا، وتسمع حكاية الفلاح اللي زارع بارتي العائلته للاستهلاك الشخصي وبارتي أخرى مداوية هذيك يبيعها للمواطن خلي ياكل المداوي ولا ربي معاه يدبر رأسه. أسمعوا معنا. أرتيت الاستقصائي خرج على الصباح، الصباح خرجوا كيفاش فما شكايه كريمون بشركه نتاع دويات ومبيدات البرة وقاعدين يبيعوا في تونس اللي فما حاجات يمكن وصلت مدلسه باش دخلوا لتونس هم ممنوعين اصلا من الدخول. الدلاع من الحاجات يستعملوهم نيترات دامونيوم، نيترات دو بوتاسيوم، لاسيد نيتريك باش يصرحوا الكلغوتا غوت، هذاك الكل هذا الكل وفيه نيترات وفيه برشا حاجات اخرين، هذوما الكل باش يمشي للدلاع. انا ما نعرفش شنو هي الحاجه اللي تقلق، ما في راهو برشا حاجات ومن هنا راهو الفلاح ماهوش يعمل فيها بالهاني، يعني عن غير قصد ولا بجهل، ولا يمكن هما كعبات ما يهموش في صحه المواطن يعمل، ولا ماخذين الحكايه على ليجير شويه خاطر ما عندوش علم بالخطوره نتاع الحاجه اللي يعمل فيها. دونك هو لوبجيكتيف نتاعو عنده سلعه يحب يبيعها. انت تو كي تعمل الدواء تو والدلاع سمه بدينار ولا ب 15% الكيلو، كان باش تقعد تستنى ثلاثه جمعات اللي هو من بعد شوي الدلاع في وقته
خاطر من ماي احنا من رمضان البليع موجود وليه ماهيش تدوم بتاعه اصلا وذيك غريبيات معناها ذاك ما ينجمش يطيب في غير السيزون بتاعه كان يا بيوت مكيفه يا الدواء يضم بعضهم معناها دونك استعمال المبيدات هذه باش تبدا ميلونج تاع برشا حاجات اللي ما تنجمش تحدد شنو هي الحاجه بالضبط اللي تقلق مي واحد تاع برشا برشا حاجات قاعده تتعمل بالغلط معناها كما نحن نقول لك اعلف وخلي تنفخ الغله كيف كيف في المخاخ نتاعهم قد ما تزيدها دي برودوي ولا دي ريزيدو قد ما في مخه باش تكبر وتعظم الكعبه اللي عمره ما كان يوصل بالكبر كما تاع توا معناها انا نفكر قبل كانت عندنا الدلاع الكحله المكركبه هذيك اللي ما عادش راها جمله ولا فماك الشارليستون جريك الطويل هذاك الابيض اللي انا نقعد نستناه هو يطيح باش ناخذ انا واحد من الناس الكريمسون سويت اللي قاعد يدور توا ما ناخذوش البطيخ هذا كيف كيف ما ناخذوش اللهم زرعتين ولا عبد عندي فيه ثقة يستعمل كيس الغبار تاع الغنم ولا البقر حاجات كيما هكاك في خاطر فما راهو دي سوليسيون اما العبد اللي يخمم في الربح يولي الاول شيء اسهل حاجه وارخص حاجه معناها من بعد الامباكت تاع الصحه وكل شيء ما نبقاش لبعيد فما شكون في الثانيه في فريز في ليزانوتور نتاع قربه مشينا له انا واحد حبيب وكل شيء حبيبه بالكدا معناها اللي قاعد عنده ريكولد قال له بلي بس ناخذ هكا شويه للعائله كل قالوا لي هاو ستر هذا عامله لي انا وعائلتي خذ منه هو الاخر ما تاخذش منه اللي قاعد تمشي تبيع العبيد علاش حسب رايكم خاطر عارف الشيء اللي حاطه في البارتي هذيك باش يرجع له بالمضره اللي هو دونك عنده بارتي عملها سبيسيالمون اللي هو وعائلته هذا انسان ربي يهديه معناها ما خافش ربي وكل شيء فما عباد تخاف ربي ميم ساكن ما عندوش فكره في الشيء اللي يحط فيه على خاطر يتخيم الكونسي حتى تمشي الحانوت نتاع مواد فلاحيه الحانوت نتاع مواد فلاحيه التاجر عنده حاجات لازم يخرجهم يبيعهم يقول له اعمل هذه وقد هذه نضحك بهذه وهذه نضحك بهذه لو كنت ما تكمو باش يحط برشا حاجات اللي فينا المو باش يرجعوا بالنسبه للسؤال شنو هي الحاجه بالضبط اللي تقلق والله يلزم اللابوراتوار ولا طبيب ولا اللي هو اللي يعطي الريبورت انا حتى كي بارتاجيت فما ان ارتيكل خادمين ودي بروفيسور من دي لابوراتوار ومن سبيطار ميليتير ومن دي زيرجونس في حكايه الاسمه سونتي اليمونتير وكل شيء استنتجوا من 2011 اللي لقيتوا الارتيكل هذا يخدم اللي هو النيترات مضرته كبيره برشا على البدن اموايان ولون تيرم بار كونتر حكايه لي زانتوكسيكاسيون الكل الحق نتاع ربي ينجم يكون هو كيما ينجم يكون حاجه اخرى ولات الحكاية الحق تخوف شوي تخوف خاطر احنا توا برشا وقات قالوا لنا دي حكاية الدلاع وما الدلاع واللي يعمل الاسهال وكذا خاطر الدلاع مسقي في بعض الجهات بماء المستصلح والله اسمع ماله ناس راهو ما يقلقش كيما المواد الكيميائية راهو هذا اللي قلق بالرسمي هو الأدوية اللي استعملوها بكثافة راهو كيما قالك سيد أحمد بكري راهو العلوش كي تبدأ توكل فيه تعرف فيه باش يكبر يسمن راهو الغلة يعملوا لها كيك يطيبوها قبل وقتها يسمنوها لو ماكسيموم وعلف يا مواطن سامحوني في الكلمه مكول معناها كلنا ناكل هي علفه لينا احنا ولا حتى لاي كائن حي فهمت تحسبت منها كلمه ما نعرفش حسيتها بفيغ شويه ما لغال وقت الحفاصه كان وزير يشبه الوزير الاقتصاد اللي وزير التجاره معناها اسمه العلف الاكبر ليه بالعلفة هي تعال بنادمية نقوله العلفة متاع البنادمية متاع الكائنات الحية البني آدم بيانسير دونك لازم كما كان يحكي سيد أحمد الفرشيشي باش نختم بالنقطة هذه أن لابوراتوار كما البيطري اللي يشوف اللحم في اللابوراتوار يشوف ويعملوا سيرتيفي ويطبع عليها كالطابع زاد الغلة متاعنا لازم تولي بالطابع وتتعدى على خبراء ولا على مش عارف هنا عباد تنجم تقيم اسكو الغله هيك ينجم ياكلها المواطن في امان وسلامه والا لا وي على خاطر ان فان دو كونت الاكل هو قوام الحياه الماء والماكله هي قوام الحياه واذا كان مش يكونوا هما مضره نعمل في المضره بدينا لرواحنا فنضروا في رواحنا وهذا اللي معناها ماذا بينا نتفادوه ان شاء الله على كل حال اون الارم معناها سينيال دالارم تفجع الحق الواحد توا مش يولي يرد باله على روحه كي يجي ياكل ماذا بيه منعش يعمل اما على الاقل خف الاضرار امان حتى كي تبدا تغسله في الغلاء بما فيه مدلل البطيخ راهو يتغسلوا راهو قبل ما يتقصوا يتغسلوا امان
راهو احنا ما فما ناس ما يعتني وش يقول لك ليه مش مشكله انت سكينه كي دخلت برجوكو اي كي دخلت السكينه دخلت معاها الشيء اللي موجود على القشره نتاع الدلع الوغ ديجا هي شاربه حاجات فما بالك اللي تزيد انت دخلت مباشره فعلى الاقل يتخسلوا راه يتخسلوا واحد الغلال الكل تغسل واحسن شيء ان نضيفوا مغيفه نتاع خل خل نتاع ماكله العادي حطوه في الماء اللي خليه فيها الغله دريج من زمان وهكاك على الاقل نرتكبوا اخف الاضرار واقل ما يمكن وان شاء الله صحه وسلامه للناس الكل. احنا مش ناخذوا بعديش مكالمات الناس اللي يحبوا يتصلوا بينا فيما يخص التونسي والسياقه. رقمنا الهاتفي ما تعرفوه 31 380 ألف. تطلبونا مش تدخلوا معنا تحكيوا ارائكم في التونسي والسياقه، لكن نخليكم ما دام نحكيوا التونسي والسياقه وعلاقتهم ببعضهم العلاقه الحميميه العلاقه الكبيره اللي بيناتهم، نخليكم مع انيس صيادي في اغنية يا بابا الله يخليك. صيفي عبد الستار عميمو من 9:30 لنص نهار على إيفان احلى راديو. إيفان احلى راديو، احنا معاكم حتى المنتصف النهار ان شاء الله في البرنامج نتاعكم دارنا العزيزه صيفي. ونحب نذكر اللي موضوع الحلقه اليوم هو التونسي والسياقه، وتنجموا تدخلوا معنا بالهاتف بالتليفون على رقم 31 380 ألف تعطينا رايكم، ونعرف اللي برشا توانسة عندهم اراء في الموضوع ذا وعندهم يقولوا في موضوع السياقة وقلبهم مليان. تقول انت قلبهم مليان على السياقة معبي عبي. فتنجموا تتصلوا بينا مش تقولوا لنا رايكم في الموضوع ذا اكيد اللي يشغل بال كثير من التوانسة حول السياقة. تطلبونا على 31 380 ألف. ومرحبا بكم. في انتظار ذلك مش نمشيو الفقرة اللي تعودتوا بها في آخر الحصة كل يوم، اللي هي فقرة حبينا تكون طريفة لأنها تحكي على أفراح، لكن الأفراح والأيام المليح ما همش ديما سعيدة طرفة فما شيء. هي طريفة وش معناها؟ هو اللطائف والطرائف والحاجات النادرة هذوما فرق ست الله يسرى الحاجات النادرة، لكن الفريسمبلابل اللي ساعات تنجم تقول زعمة تلمون بالحق هما الحكايات هذوما راهم موجودين وراو نأكد لكم اللي يسرى تتحرى الموضوعية من ناحية وتتحرى الصدق متاع الموضوع هذية متاع المعلومات هذية، على خاطر ساعات الناس تشكك وتقول لي موجودة في الدنيا ليه راو تنجموا تبحثوا وتفركسوا على خاطر رأي تتحرى في الأمر هذية. إذاك علاش مش نخليها الوقت لي تلمون بالحق. ايوا لا يسرش عنا ايوا استوره دونك تلمون بالحق. نحكيوا على الغرايب والعجيب نتاع الافراح والاعراس في العالم الكل. كما قلت قبيله اليوم باش نمشي لمصر، دونك تحديدا نعرفوا مصر العجيبه وغريبه جينيرالمون يجيو من الصعيد من الجنوب نتاعها. دونك انا ديما نبدا بالسوفت الخفيف العادات العاديه نتاع حنا والا معناها الخطبه والمهر والحكايات هذوكم. دونك باش نبدا من مركز امبو. مركز معناها مركز احنا كما نقولوا احنا معتمديه اللي هي محافظه أسوان، والمحافظة هي الولاية ولا دونك أسوان في الجنوب. أسوان في الجنوب الصعيد المصري. العروسة هنا تشري الذهب وحدها، مش زوجها هو اللي يخذ لها الذهب نتاعها. دونك منها نمشيو ماهيش معناها فيهاش حاجة كبيرة برشا، نمشيو البحر الأحمر وين ما يتختموا العرايس هنا في البلاصة هذيك عبد الستار من الولادة، كسوسوا يكونوا من العائلة كسوسوا يكونوا معناها خطبه تصير بالكلمه ما بين العائلات، معناها يتفاهموا بين البو معناها العائله هذه تاع الطفل. نزادت انا نزادت لي بنيه فيجي ولد عمي يهني فيا يقول لي خليها هذه ريزيرفي خليها لولدي ريزيرفي ايوه هكا يحجزها بالضبط. دونك كسوسوا في العائلات كسوسوا في الجيران، مش لازم تكون احنا خاطر متدارج انه يكون في العائله ولد العم ولد العم عاده ولد الخاله كذا فوالا. دونك وما ينفعش يكبروا مهما كان السبب باش يعني يحلوا الربط هذا اي يعني انه تتبدل مفاهمه الكلمه لا. الكلمه من تخرج الكلمه ان الراه هذه حاجه غلطه برشا، خاطر عبيد كي تكبر تتبدل وتفهم برشا حاجات ونجم انا كنت طموحاتي مش طموحاتك وتفكيري مش تفكيرك ليه، وخاصه ان المعنيين بالامر ما عندهم ما عطاوش رايهم في الحكايه. غلطه هذو الوالدين قرروا فوالا معناها قرروا مصير كيما كان مش سهله. جوغي بيان امي انا والله كان بيودي الحكايه هذه راهو كي تولد حسان شفت له طفله من وقتها وقررت هكايا وراني جيت وحلينا نلقى اموره
تحب تعرس له مزروبه على الستار. اي اي وربي راه 27 سنه عمره مازال ولدك من صغير مازال 27 سنه نرتاح منه. لا لبس عليه مثالش عليش عام فيك دلول برشا. ليه مش دايما بالرتاح يغزيني متحمل المسؤولية. لا 27 مش كبير عاد خليه يزيد يفهم في مية اللي فات عمل 28 سنة معنا تخلى 28 ولي داخل يتحمل مسؤولية كاو جيب صغار راهي حسين بوك قالك راهو لازمك تعرس بالسيف. اي شوفوا هاو عندكم اوفر لهنا البنات تسمعوا غدوي كتنجموا تقدموا الطلبات نتاعكم خلي عبد الستار يرتاح من حسين. ما خصني يا رب ربي يفضله لك. دونك نمشيو لمحافظة الجيزة اللي هي في قلب مصر. الجيزة 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 فوالا الجيزة من فضلك. اي بون احنا بالتونسي نقولوا الجيزة الجيزة نمشي إذا عبد الستار بي أهل العروس هنا أهل بهانم جماعة العروس يهزوا عشاء للزوز عائلات يعني بكونتيتي كبيرة وكبيرة جدا 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 ويززيوهم مش كان حد النهاير ذاك عبد الستار فما سبع عشاويات اخرين من بعد يصيروا سبع ايام سبع عشاويات دار العروس سبع ايام هذوكم يتم اختيارهم معناها على بيريود نتاع شهر مش يعني سبع ايام فرقين دونك يتم اختيارهم انه اهل العروس يهزوا العشاء للعائلات الزوز على مدى سبعة ايام في خلال شهر يعني مش لازم يكون سبع ايام متوالين. ما نقول نتفاهموا اثنين والخميس مثلا مثلا نعشيكم اثنين والخميس فوالا اللي باهي يرتاحوا الاخرين بالتاكيد. اي هذه معناها تسمى باقي ما زلنا في الحكايات في السوفت السوفت دونك فما حاجه في الصعيد اسمها عاده اسمها ربايتها ربايتها اي هكايا اسمها ربايتها شنو هذه ربايتها اللي هي العشاء ما بين العائلات إيه؟ فما ليله من الليالي يصير العشاء ما بين الزوز عائلات عائله العروسه والعروس تتسمى هذه ربايتها إيه؟ ابش نقول لك علاش عبد الستار ربايتها والعشاء هذا سيتكلف 50,000 جنيه مصري اي 50,000 جنيه مصري اللي يدفعوه جماعه العروس البول عروسه البول عروسه علاش هي اسمها ربايتها ال 50,000 جنيه هذوك هما جزء من المصاريف اللي ربى بهم الوالد بنته يردوا له ما صرف عليها تقراها ولبسها وكلها اسمها ربايتها دونك يعطيو جماعه العروس للبول عروسه مبلغ 50,000 جنيه باش معناها يتم كالتعويض الصغير من ربايه البو البنيه تعويض مادي معنوي ما ينجمش يكون هذه عاده موجوده في الصعيد المصري نمشيو ديما نقعدوا في الصعيد خاطر اغلب الغرائب موجوده في معناها اكثر الغرائب موجوده في الصعيد مثلا الراجل في ليله الحنه نتاعو يحنيو له ويحنيو له ساقيه ويديه وشعره مجموعة والله هو عندي انا مجموعة من الصور اللي بون مش قاعدة نرى فيها طويلة دو تليفاسيون يحنيوا له اي راسه وساقيه يديه دونك العروس في الصعيد المصري ويلبسوه بنكري انه يعملوا له الحنة انه يلبسوه جبة بيضاء دونك الجبة هذية بعد ما يلبسها يحطوا له في يده ساقيه وراسه الحنة شوف متعجب احنا الراجل خاطر ما يحنيش في تونس وي كل بلاد ورطالة كل بلاد ورطالة انا ما نستغربش معناها اما ايه هتظهر حاجه طريفه العروس دونك تحني له يديه والعروسه تحني زاد تحني العروس في مصر في مصر كلها تحني معناها حسب انا شفت لي ريشيرش نتاعي اما في الصعيد المصري العروس يحني يديه ساقيه وشعره تو في تونس خاطر في بعض الجهات يحنوا لك صباع الصغير اي لا في مصر جزء من صباع الصغير في مصر موجود يديه وساقيه وشعره فوالا دونك يلبس اسمع محمد شيحة حضر روح ولحيتك انت يزيد يلزمهم يحنوا لك لحيتك زاده هاي مالك كيفاه هاك التصوير موجود على اي اف ام تي في تويكا استوره نجموا نشوفوا دونك كيفاش الاصحاب والاصحاب نتاعو يكونوا دايرين به ومن بعد يبداو يتراشقوا بالحنه فوالا ريتها للصوره دونك موجوده يتراشقوا بالحنه باقي ديما نقولوا رانا احنا باقي مازلنا راه مازال مغمقناش مازلنا والعروس يلبس قلاده حمراء هنا باش يتميز حاجه على العين والشر والحسد نتاع ليله الحنه وليله الدخله فهمتني استوره دونك وجينيرالمون العروس يقعد مده كبيره ما يراش عروسته يراها كان ليله الدخله باهي نمشيو شويه احنا تويكا للغريب العجيب جدا جدا استوره والكرافاش الكرافاش الكرافاش تعرفوا دونك
اصحاب العروس في ليله العرس نتاعو ياكل تريحه بالكرافاش، نقولوا احنا بالكرباج المصري، بالكرباج بالكرباج كرباج يسطا فوالا في الكاروسه يركبوا خشاشه يتعكشوا الكاروسه يقولوا كرباج يسطا باش يضرب فوالا. هاوكا الصوره على اي اف ام تي في نجموا نشوفوها، ياكل على مشومته، ياكل على مشومته هنا، ودليل على انه قوي قوي ويتحمل جلدن اي فوالا ويتحمل قوي ويتحمل وباش يكون على قد مسؤوليه الحياه الجديده اللي هو داخل زوجية. عليها الحياه الزوجيه. والله عندنا منها راه تحنا نستغربوا عندنا منها شويه في جربه، اي قلنا في جربه بعصات الزيتون ياكلوا له جحر بعصات الزيتون يبدا يدور بزيتونه يخرجوه قدام زيتونه يدور بها سبع شواط كان ثبتني ربي ممكن اهلنا في جربه ومن بعد يذوقونها ليه وهما يدوروا وهما يشلحطوا فيه يشلحطوا فيه هكا بالضبط. زاد في مصر ما صحابه يشدوه بالكرباشه احنا ويبداوا يجلدوا فيه باش يوري القوه نتاعو واللي هو قادم على حياه اللي باش يواجهها وباش ينجم يكون معاها معناها بقوه. به نمشي لاخر حاجه بالنسبه للمراه في واحد سواء اللي هذا زاد في الصعيد المصري، العروسه تمشي لدار رجلها هزها اخوها على ظهره. اي دقيزه نقولوا عرفت دونك يهزها على ظهره ويوصلها من دارهم حتى كش يدخلها البيت هكا غيمون في دارها ما تهبطش وما تمسش القاعة بالكل 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 في واحد سوى في مصر يهزها اخوها على ظهره حتى يوصل بها ويحط على فرشة في دارها. هي سمبوليك محلوة بمعنى انه خوها عززها ومكرمها وكذا، اما كي يبدا العزاء موفي مسكين ولا مريض ولا بيسب وهي تبدا بصحيحتها تقول انت فهمتش بالحيمتها فهمتش هنا نتصور انا يلقاو لهم حل اذا كان هي عاده من العادات اللي موجوده من اول ما خلقت دنيتهم غاديكا دونك وعادتهم يلقاو ديما الحلول ويحذروا روحهم باش انهم ما يتخليوش على العاده هذيك. اما كيما قلت لك سامبوليكمون حلوه حلوه مزيانه وما يخفيكش ما حاجه اخرى زيد انه بالنسبه للعروسه ما تمشي زاده ما تخرج من دارهم الا ما تتعدى بجنب ساق امها هكايا اي تتعدى بجنب ساق امها بوم فما كلمه ما نجموش نعديوها في الراديو شويه دونك قولوا احنا من جنب تحت ساق امها فوالا دونك العروسه باش وقتها خوها يهزها يحطها على تحت جناح والدتها من ناحيه وخوها هو اللي يهز وكاو جينيرالمون زيد فما هذوما من اكثر الغرايب اللي شفتهم انه خو انه العروس يتجلد مسكين ياكل على مرمته ليلتها هو داخل على حياه باش ياكل فيها على مرمته. ليه بتيت هذا اللي يخليه ساعات مغلل يدخل عليها بالشرطه الراس مسكينه معناها كلي على مشوت على خطرها فمخصص اذا كان واحد يتلقاه يسلم غير فدقيق من اصحابه من عام الشر فيبدا على بجهدك يعليه اسمع عندك فرات في التفكير يعني تخيلها فهو يدخل مغلل معناها وبنت الناس مسكينه في اي والله معناها بالحق معناها هذه كل راي كما قلت لك انا نقولها كي من باب الفدلك اما لا انتقد العادات والتقاليد طبعا ما ممكن ما نعملش بهم حتى مش من عاداتي لكن نغزر لها ما كي غريبه 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 بالانثروبولوجيا مع الانثروبولوجيك معناها اكيد فما وراهم حاجات فما وراهم معني قراءه فما طبعا بالطبيعه مش يقراوهم ويشوفوا شنية معناها اللي نجموا يخرجوا منها يستخلصوا منها من الحضاره وعلاش خاطر فماش حاجه فماش انسان عمره ما عمل حركه في حياته من غير ما وراها وراها سبه حركات اللي عملها ميراث هذاك نقولوا احنا ما ورثينا من اول الدنيا لكن من اول الدنيا السبب الاولاني عنده سبه عنده اسباب كل شيء كل عاده عندها راهو الجذور نتاعها وعندها علاش تخلقت وكيفاش فوالا ولذا كما قلت تظهرنا لينا احنا غريبه كما احنا ممكن ياسر تظهر لهم عبيده غريبه غريبه انا نعرف مثلا في تونس بيدا فما عاده عند اهلنا في القيروان العائلات القديمه القيروانيه كي تخطب الطفله ما يعطيهاش بوها يعطيها خالها اي مثلا سكي بيزاغ لو كان في تمشي في الصعيد المصري يقول كيفاش بوها موجود وخالها هو اللي مثلا بو يبدا اون سكوند اون سكوند بوزيسيون موجود اون سكوند بوزيسيون والخال هو اللي الخال اللي يخطب خال العروس اللي يخطب وخال العروسه اللي يعطي معناها لانهم يعتبروا معناها ذيك عادات وعندهم اسباب فيها ويقول لك الخال والد والرب شاهد والخال والفلفيم الخال والد وكذا فيخلي معناها وهي عاده ممكن ياسر انا مره حتى نفكر حكيت عليها باعتبار تو الاختلاط فما عادات
فما حتى ناس يسكنوا في القريبين وقعدوا بيتي قووك كيف تقول على المعنيش حكا ذي. ففما شكون دخل من العائلات القديمة القيرانية يقولوا هي موجودة العادة ذي موجودة. وفما ما زالت عائلات بعض عائلات مستحفظة عليها احتراما للخال لأنه ولذا عندهم أسباب. احنا تظن غريبة لكن هي عندها أسباب عندها أسباب كل شيء عنده أي. ولذا ما تستغربوش ما تستغربوا. احنا مثلا برشا عندي صحابي برا من تونس مسار واللي هو كيراو الجلوة مثلا بتاعنا احنا اللي موجودة في برشا العروسة تعمل تجلى والكل في الساحل ولا حتى شنو معناها وكل لبسة اللي تلبسها وكل شيء وتاخذ بلاصة يبهتوا فيهم فهمتني كيما احنا توا اليوم يظهر لنا بزار انك تسمع واحد يجي العروسة تجلد وقت اللي احنا عندنا منها اكزامبل عندنا اكزامبل ابسط شويه لكن موجود كما قلنا في في عادات بعض جهات في جزيره جربه يعملوا الحكايه موجود. وبالتالي معناها الحاجات هذوما كلهم انا الحق اكثر حاجه مش نستغربها حتى ممكن انا ما نحبهاش ما نحبهاش في حداتها حتى عند امراه هي الحنه احنا ما نحملهاش فما برشا عباد دقيقة وتوا فما بعض الولايات اللي يقول لك لازم عروستنا تحني اخترعوا كالحنة نتاع 24 ولا 48 ما تدخلش هكيك بيضة على ولدها اي ما يدخل برشا هكا خلقوا الحنة اللي تتحط جوست فوق 24 ساعة من الفارماسي تتحط زينة وبرشا وفما يقول لك بنات توا وليوا كالنقيشة صغيرونة هكا على جنب ولا شوية في السويبة هكا وكهو تغيرت الامور وكما قالت قبيله معناها ضيفتنا صفي قالت لي احنا اللي بدينا تو في تونس نرجعوا لعاداتنا نتاع السبع ايام وسبع ليل الحمام اللي جات بيريود تنحى كومبليت تو بدا يرجع يعني قاوق والدنيا وحاجات مزيانه محليهم والله صافي بليزير كنت نتفرجوا هكاك ورجعت لوطيه نتاعنا ويقعدوا ديما المناطق الداخليه هم اكثر ناس محافظين على شادين في عاداتهم على العادات نتاعهم. تعرف الجنوب عندهم الجحفه تخرج العروسة من دربوها يركبوها يركبها أخوها ولا ولدها ولا معنى حد من أقربها يركب على جفحة تبدأ مبدلة وزينك مغطية بمسفسيري ولا حاجة كيف ويركب ما يراها حد ويركبوها في الجحفة وكيفاش يزوها بالغناء والصغاريت والعباد بتشطح كترات رغم أن حضري باغ اكسلانس نحب المدن باغ اكسلانس لكن كترات قديش تنهوش القلب وكذا ترى كيفاش الناس زاهين وفرحانين وإحنا ذيك هي الغاية العباد زاهين وفرحانين. تفرج فيديو كان هيك عرس في دوس بالجحفة بالله اغلب الكومنتات اللي يقول نحب نعرس في دوس نحب نعرس في دوس حاجه جو المول صح اليوم ان شاء الله ربي يهني الناس الكل أمين احنا في كل مره هكا في كل مناسبه نحاول نجيب لكم الغرايب والعجائب ويسرى بالحق تلمو بالحق اللي نقعدوا باتين ساعات في الحكايه حق ولا لا يظل التونس تلمو شوكي من حكايه السياقه ما كلمونيش لا فما شكون والله فما شكون جاوب اسطوره معناها على لا بالتليفون معناها ما طلبوش بالتليفون فما الكومنتير شويه على الفيسبوك فما ذي هيجي تقول اللي انا عندي 46 سنين نسوق يا ربي ليك الحمد جامي داكسيدون قالك معناه يزمك تتعلم الغيسبي دو لا كود دو لا روت خاطر احنا لانتردي ندخلوا فيه في لورانجين تعدي ونجري وساعات نحرقوا الاحمر وبرشا الكود لا روت ما نحترموهوش دونك نوصلوا نحترموا نعملوا الغيسبي اولا الكود لا روت تو نوصلوا نولي بالنا واسع في الكياس ونجموا نعديو بعضنا ونتعديو في وسط الكياس والله كلامها صويب والله هجر كلامها قلت لنا تخي بالجورني زاد ميرسي يعطيها صحه الساده المستمعين يعطيكم صحه باش نختموا بغنيه لكن قبل في حكايه الكود لاغوت باش نحكي لك طرفه معنا فيسا راكبين في طوموبيل والسائق نتاعها كوم باغازا حفيده شيخ اسلام جدها كان شيخ اسلام معناها شو اوتوريتي كبيره في دينيه في البلاد حرقت الضوء وقفت وهي بس عطيناها المراه هذه فحرقت الضوء فوقف البوليس بتبيعها مراه كبيره جاء قال لها وراك مشاو لا يدي علاش فما قال لها حرقت الضوء قالت له وين حرقت الضوء ورحمه عزيزي شيخ الاسلام فلان الفلاني الله يرحمه ما حرقتش عزيز الراجل تلمو راه ضامر البوليس هو كان اخلاقه ساميه واخلاقه طيبه وكل شيء بون تجاوز قال لها باهي هاول واحد ما رد بالك عليك اما بالله برحمه جدك شيخ الاسلام هذا حرقت الضوء ولا لا احمر ولا لا ولادي مزيك بدا يحمر مش ما نكذبش نخليكم على امل لقاء بكم ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت من 9:30 حتى المنتصف النهار في دارنا العزيزه صيفي نخليكم مع هالنغمه ذي ونقول لكم باي باي. عيش البر